بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلتئم الجمعية العامة للاتحاد البرلمان الدولي في دورتها 42 عن طريق التواصل المرئي نظرا لاستمرار جائحة كوفيد 19 وتواصل حصلها لأرواح الأبرياء وتسببها في إدخال الملايين المستشفيات وازدياد آثارها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم والحد من حركة السكان في شتى مناطق العالم ومما يبعث في نفوسنا الأمل تطور العلم وتقدم الطب الذي مكن الإنسانية من إيجاد التطعيم المناسب لمكافحة هذه الجائحة وتوفير المناعة لشرائح واسعة من سكان الأرض مما انعكس إيجاباً على انخفاض أعداد المصابين والوفيات ونحن هنا في دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله فقد تمكنا من تطعيم أغلبية السكان فقد تم التمكن من تطعيم أغلبية السكان من مواطنين ومقيمين وسوف يتم البدء بإذن الله بتطبيق خطة محكمة لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد 19 على 4 مراحل تبدأ الأولى يوم 28 مايو الجاري وتبدأ الرابعة في بداية شهر سبتمبر من هذا العام 2021 وعلى صعيد التعاون الدولي وبتعليمات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قدمت دولة قطر مساعدات مالية ومادية للعديد من الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية لمساعدتها على التغلب على هذه الجائحة وحماية مواطنيها إننا في دولة قطر نؤمن بالعمل الجاد في سبيل التنمية المستدامة التي هي أساس الأمن والسلم الذي نتمنى أن يعم جميع أنحاء العالم غير أننا ومع الأسف الشديد نلاحظ العدوان الذي تشنه إسرائيل على أشقائنا الفلسطينيين والذي ندينه بكل قوة وندعو المجتمع الدولي وجميع البرلمانيين الذين نعتبرهم ضمير الإنسانية إلى إدانة هذا العدوان والعمل على وقفه وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه المشروع غير القابل للتصرف لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومساعدته على التغلب على الظروف الصعبة التي يعيش فيها من جراء هذا العدوان والسلام عليكم ورحمة الله.